مشكلتك معي بالضبط؟ إنك متخبي. شو قصدك؟ مترجم متخبي ورا كلمات عالم تانيين، متخبي بأستراليا. تعرف شو رأيي أنا؟ زلة لسان تبعك كانت مقصودة مشان تقدر تكون حر. كانت بتطلع كتير محترمة منك لو إنك تحملت مسؤولية عملتك، بس أنت هربت، مو مثل أبوك وأخوك. زيد كان بيقدر يتخبى ورا الكتب ورا حكي عالم تانيين، بس ما بيعملها. ما فيني أحترمك سامي لتبطل متخبي وتحكي شي. حكي شي؟ بدك يعني يقول إنه هاي فكرة منيحة إنه نخطف الزلمة يلي أخذ لنا بيتنا؟ عندي أسباب لقناعاتي. ببلد مثل أستراليا بيضلوا يحكوا لك قديش العرب عنيفين، وهون عندك زيد والباقيين عم بيتظاهروا سلمياً والعالم كله قاعد عم بيتفرج على حكومتنا عم تلعن نفسهم. إيه ما رح تزبط هيك. بالأخير العنف هو اللي بيربح. خبرت زيد شو رأيك الحقيقي بأنه عم يخاطر بحياته ليتظاهر سلمياً، أو كذبت عليه على أساس أنك بصفه؟